ناخذ مقاديرها. خلية النحل. يلا. يس. يلا رح ناخذ وصفتها شرائح باف باستري مدابل حشوة حسب الذوق. رح تكون جبنة كريمية، زيتون أسود، جبنة فيتا، شطة، بقدونس مفروم، زعتر أخضر وجبنة بيضة. من حسن حظها مزبطتكم لنا بالوصفة، ورح نرجع نعطيكم الكريم برولي، كتير حلوة وسهلة ولذيذة وكتير طيبة كمان، تحطيها بصحن فخار هيك تعزي ضيفك، ابنك، زوجك، كتير حلوة ولطيفة. بسم الله وعلى بركة الله. نبدأ هلأ. أكيد بدنا عجينة باف باستري. هلأ هذه الشل أو هاي القطع اللي موجودة بالسوق، صراحة في عدة أمور مختلفة بالسوق وعدة براندات، ولكن هذا النوع من عجينة الباف باستري بين كل قطعة وقطعة في ورقة مانعة للالتصاق. هاي الورقة بتخليكي تاخدي اللي بدك إياه، والزيادة كله بتروحي بتشيليه على جنب. هلأ قبل شو كنا بس نعملها ديفروست أو أدوب تلجها، كلها كانت تقعد فوق بعض وتلزق تلزق، كانت تغلبني. حسنوا شوي من هذا الإصدار وصار بينها قطعة مانعة للالتصاق، فهذا النوع كتير حلو. الباكيت من برا لونه أسود. تمام. بالنسبة للحشوات ممكن تستخدمي جبن المكعبات، ممكن تستخدمي خليني أحكي مثلا العلب الكريمية، ممكن نستخدم فتة، جيب بالعلب أرخص من اللي هي الكبير. ممكن نستخدم زيتون أخضر، ممكن زيتون أسود، ممكن شطة، ممكن جبنة مغلية وزعتر أخضر، زي ما بتحبي. هذا بالنسبة للمالح. هلأ بزبط كمان لانا الحلو، يعني بزبط أحشيها نوتيلا، بزبط أحشيها لوتس، بزبط أحشيها حسب شو الواحد جاي عبالي. أغششكم، فستق حلبي وحليب مكثف محلى، أخلطيهم مع بعض ورشة هيل صغيرة وحشيها ودوقي. فيعني كتير شغلات هيك بسيطة كفيلة بأنها تعطيكي إشي حلو. ورح نصبح كمان على الشركة الإقليمية التجارية لا تزويدنا بلاتكس المطبخ بعدة سايزات وعدة ألوان مختلفة طبعا موجود عندهم. شوف على سؤال. هلا احنا بنطلعها قبل بوقت ولا هي سريعه الذوبان؟ هي سريعه الذوبان، يعني انا طلعتها قبل شوي. شوفي انا حطيتها وين؟ فوق الفرن. هلا الفرن اصلا بيكون كل الجسم تبع الفرن، ها شايفه كل جسم الفرن بيكون اصلا سخن، فانا اول ما حطيتها امورها تمام. يلا هلا اشيك على اللي بالفرن بلاش تنحرق. يلا احنا اكيد بنحب ناخذ مشاركاتكم عبر الاتصال، رح تكون معكم الارقام على الشاشه، وكمان بدنا نصبح عليكم لكل اللي عم بيشاركونا عبر لايف الفيسبوك. سقر ابو هشيم صباح الخير، احمد العليمه تسعد صباحك، ام رامي كنعان صباح الفل والياسمين، نوره بتقول سعد صباحكم، طائر عربيات صباح الورد، ام هشام واحمد، رجاء بدويه صباح الورد بعز البرد. حلوة هاي على النوتة. هلأ أنا رح أحط جبنة كريمية تبعت السندويشات. هلأ في منها علب لانا، بلاش يشتروا المكعب غالية شوي عليهم. تمام. بعدين هلأ في كمان بلوكات للستات اللي بتعمل طواسي وأشياء، هاي بتكون مبهجة معك على البوفيهات لما تطلعي بوفيه حلو بتعجب العميل. تمام. أنا رح أحط زيتون أسود. فيكي تحطي مثلا هون تحطي الجبنة وبقدونس مثلا، تبعدي عن الزيتون، يعني كلها امور لانا بالاول وبالاخر هي اذواق. نعم صح 100%. يا الله شو بصراحه بتفتح شهيه الاطفال وزاكي. احنا اولادنا يعني هذا الجيل شوي مش اكيل، يعني اذا بياكل بياكل بس بحبه كثير، بحبه. هاي الاشياء كثير مهمه بصراحه، التنوع والاشياء اللي بتقدميها. تمام. شوفوا ها هي عجينه وجبنه وزيتون، رح نطلع بطبق كتير مرتب. رح نجيب العجينة بهالشكل وبعدين حطها على إيدنا، بعدين اكلفيها. شو يعني اكلفيها؟ يعني عبيها، لأنه الباف بيستري هو عبارة عن عجين متراس من طبقات الزبدة، هاي كلياتها طبقات عجين فيها نسبة عالية من الزبدة. تمام. فأنا رح أكلفها، بحط في معلقة الطعام بعدين سألتي ببلش. شو سألتي؟ إيش اكلفيها؟ اكلفيها ايوه بدي احفظها. اكلفيها. مش بقول لك هذه الست اكلها مكلوف، يعني حلو. اكلها هيك بنفس. ايوه تمام. هلا ممكن نخليها زي هيك نجمه، ممكن نخليها زي هيك، وهذا الشكل لما هي تبلش تنفخ راح يعطيني هيك شكل عشوائي كتير حلو بهالشكل. تمام. ممكن احطها زي هيك على شكل مخده كمان. بس انا شو بدي اسوي؟ بدي ارجع الم الزوايا على نفس السنتر عشان اعملها طابق. انا عامله خليه نحل. في كتير ستات انا بعرفهم على المستوى الشخصي، زوجها بيعاني من الاكل تبع السوق، مشاكل هضميه، ايا كان شو مكان الموضوع، فبتعمل هذا الاشي في قالب تشيز كيك الصغير بتخبز له اياه، والصبح بياخده معاه على الشغل. والله العظيم اشي
كثير سهل، فيش عجين في الموضوع. اه شو ما الواحد لما يكون مرزوق. اه والله مصدق، والله في، والله في مرزوق بست شاطره تاكلها. خلينا نسال ام محمد من مادبه. يلا صباح الخير يا ام محمد. يلا صباح الخير، اهلا وسهلا فيكي. كيف حالكم ام محمد؟ اهلا وسهلا فيكي، معك الشيف علا. بدنا نسالك، جربتي قبل هالمره هذا الطبق؟ لا والله ما عملته. يلا بنستنى منك تجربي وتبعتي لي شفاعة. تفضلي. يا صباح القشطة والعسل، أهلا وسهلا. كيف حالك؟ حبيبتي أنا وأنت بخير الحمد لله. والله يا أم محمد سؤال، خليني أسألك أنا المرة هي، بلاش أنت تسأليني، شو رأيك؟ أم محمد طب بطلت أسأل، قولي ألو. هلا هلا يا ست الكل، صباحك ورد. الله يسعدك والله العظيم، من جد يعني كل شيء، كل يوم ما تعملي شيء أحسن يعني. لا حبيبتي في البركة، حاشاكي على سلامتك. منورة والله اليوم، الله يسعدك بوجودك حبيبة قلبي. أهلا وسهلا فيك يا أم محمد. قولي لي بالله في هالأيامات حدا هيك من هالستات بتعمل لها الزوج الصبح لقمة، لو حبة خيار وحبة جزر شوية تفاح، بتحشي له سندويشة، على بالك فيه ولا ما فيه؟ والله مو كثير أيام هاي دي نظرت. آه خربتيها يا أم محمد، صباحك سعيد. خلوها الشتوية والحبسة في البيت تمرق عخير يا ستات يا شاطرين. آه بالضبط بالضبط. قولوا بنعمل، بدنا نحاول، بدنا نجرب، وإن شاء الله رح نبشر الشيف علا بالنتائج. يلا يلا خلينا نحكي لفاضل الزغيبي. صباح الخير حامد الفواعير، منار بركات. منار بتقولك بدها طريقة البرياني، والبرياني الصحيحه يا شف علا. اه بدها برياني، بدها برياني. وداد الزعبي السلام عليكم، يسعد صباحك يا رب. صقر ابو هشيم، ابو هزيم عفوا بيصبح علينا. وامل الكاتب بتقول ما شاء الله تبارك الرحمن، يسلموا ايديك يا شف علا ويسعد صباحكم لاحلى قناه. معنا اتصال، يلا اكرام. صباح الخير. صباح الورد. الحمد لله على سلامة كل أهل الشمال. يسعد عمرك يا أمورة يا مزة أنت حبيبة قلبي. تفضلي معك الشف علا. صباح الخير شف علا. صباح النور والسرور، أهلا بالستات النشيطة. عن جد شف علا يسلموا إيديك، أنت رائعة حبيبتي من بعدكم، وكل يوم تعملي لنا إشي روعة زيك أمر، تستاهلي الأحسن ستي. وبعدين شف علا كل يوم بنجهز فطور لجيزاننا، بنحط لهم أكل لأولادنا، بنعطيهم سندويشات، يعني أنت عبقرية. انت البركه ست الكل، الله يعطيك الصحه وتضلي لهم ان شاء الله. حبيبتي خلي اولادك تشوفين بعد المراتب، خلي حبايبك. هلا يا ست الكل، الله يسعدك شف علا. هلا يا ستي. هلا احنا لنا في فكره، ممكن نسوي خط حلو وخط مالح، يعني هون لبنه سوري جبنه، هون ممكن نحط نوتيلا، نفوت جوا نحط جبنه وزعتر. اذا احنا ممكن نلعب بالحشوات. نعم ممكن زي قالب الشيز كيك، في قوالب بالسوق هلا نصها هيك نصها هيك، ممكن انت تعمليها لاين هون مالح وهون حلو، وانت هيك تريحي راسك وبتكوني جهزتي الامور. وهذا قالب التشيز كيك في منه قالب هيك لانه صغير صغير. صح صغير، بتعملي بتلفيه بهالقصدير وقولي للزلمه تفضل عشان يضل يدعي لك بالخير. احنا عم نقول ايام انا عم بفتح عليك ابواب انا عارفه، بس يعني بمشي حالي. لا والله الستات الاردنيات غير شكل، كله بحب يدلل وكله بحب يكون معطاء. اكيد الله يقويهم يعني ان شاء الله. هلا احنا استخدمنا من الكسيح طبعا بخاخ الزبده. نعم صحيح انا ذكرت بانه العجينه فيها نسبه عاليه من الزبده، ولكن يفضل انك تحطي في القالب هيو. طبعا انا استخدمته بنكهه الزبده كثير اطيب، بس حطينا فيها القالب. ممكن تحطي في بايركس، ممكن في صينية. معنا اتصال. أم سمير صباح الخير. أهلا صباح النور. من وين عم تحكينا أم سمير؟ من الضاحية من عندكم. أهلا أهلا وسهلا فيك. قريب. كيف حالكم يا حبيبتي؟ الحمد لله رب العالمين. أنتي؟ السلام عليكم يا حبيبتي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي معك الشيف علا. خير كلهيكم يا ربي، والله يوميا بحضركم. أهلا وسهلا فيكي. أهلا أهلا بتنورينا دائما. إن شاء الله بخير. أنا وإنتي بخير الحمد لله. الله يسعد لي صباحك يا ربي، دائما منورين الشاشة حبيبتي. الله يسعد هالصباح ويسعد هالصوت. أهلا وسهلا فيكي ستي وصباحك سعيد. الله يرضى عليكم ويسعدكم يا ربي. يا حبيبتي الله يسعدك ويسلم ايديكي. والله يا شف علا من حد بلشت على التلفزيون على وراك كل يوم. يا سلام والله هيك كثير علينا، نيالنا فيكم. اهلا وسهلا فيكي نورتينا. بس والله هاي اليوم اللي بدك نخط معك الصوت واطي، بس علوا لنا الصوت كثير، انا عم بحاول يعني جاهد اني اسمع الصوت.
قولي يا ستي. الله يرضى عليكم يا الله يرضى عليكم وفقكم يسعدكم يضلكم منورين الشاشة بنفسكم معنا إن شاء الله. وأي طلب أي أمر عندك إحنا جاهزين ستي. أهلا وسهلا فيك. يعني هلأ هون أنا عم بشكلها وبدي أكمل معاي خلية النحل. هلأ هون بالعجين إحنا شو بنسوي؟ حتى في العجين وحتى بالباف بيستري لا تلزيهم على بعض في القالب. ليه؟ لما بترتاح العجين بتفرد تفرد. ولما بتفوت على الفرن بدها تنفخ ويكبر حجمها لأنه بدها تستوي. إذن بصيروا ملزقين على بعض بالشكل حلو، بس لما بتيجي بتكليها من جوا بتكون عجين من كل حواليها. فدايما نخليها براحتها. هلأ بنشوف كيف إحنا عاملينها. هيها براحتها. شوفي أنا ما لزقتهم في بعض بهالشكل. هلأ هي لما بتنفخ بتلز على بعضها تمام. بس بعدين الحلو فيها اليوم كانت معنا مريان معايا عم تحكي انه كتير مهم انه احنا بالوقت النوعي اللي بدنا نعرف فيه او نتعرف فيه اكثر على اولادنا ندخلهم على هالمطبخ يمسكوا الاشياء يجربوها. فهي على فكره الوصفه بتعزز هو لنا المطبخ شو بيعمل بهاي الوصفه خصوصا في عالم الاطفال بسحب الطاقه السلبيه. نعم بسحب الطاقة السلبية من طبعاً. الطفل وكمان بشغل عنده المهارات. يعني بصير يجمع ويطرح بعقله كيف بدي أحط هذا على هذا، كيف هذا اللون بده يركب على هذا اللون، كيف هذا الطعم بده يطلع زاكي. بصير يتخيل النتائج كمان بالضبط. فبيبلش يشتغل عنده مهارات بالإضافة إلى مهارة التركيز. في عندك أطفال تبقى إيدهم كتير ترج بخافوا طبعاً. فإحنا في بعض الدورات في الزمانات كنت أعطي أطفال وكانت روحي تطلع كانت هيك إيد الطفل لأنه كتير بخاف. فكان هيك يشتغل هيك يبقى يعمل هيك يسوي هذا. أنا بس أخطير هيك رح يكون الوضع. لا إن شاء الله يا ربي حبيبتي. فكنا نشتغل على هذا الإشي إنه قوي ثقتك بنفسك. فكان يجي ويفوت ويلبس الطاقية ويحط الحرجاية ويفوت وأنا وبدي أعجن. فكانت هاي الشغلات تقوي ثقة الطفل بنفسه. ففعلا هي تقوية مهارات كتير مهمة للطفل. والوقت المناسب انه احنا نكتشف في اطفالنا ونزيد من مهاره التواصل والاتصال. هاي منخفض ستي اكتشفي براحتك وخذي. يا رب يا رب منخفض خير علينا جميعا. معنا اتصال من حلا. صباح الخير حلا. يان صباح الخير شفتوله. اهلا وسهلا فيكي تفضلي. صباح الخير. صباحك ورد. من وين عم تحكينا يا حلا؟ من عمان. اهلا وسهلا فيكي معك الشيف علا تفضلي. الو صباح الخير يا هلا. كيفك يا شفتوله؟ انا بحبك كثير كثير. وأنا بحبك كتير كتير. قديش عمرك يا حلا؟ 11. آها بتساعدي الماما؟ أنا بنت أناهيد. الله عليك والله إنك بطلة. بدي تبوسي لي الماما كتير كتير. طيب وكمان خلي الماما تجيب لك باكيت باف بيستري وحشيهم وبعتي لي التطبيق تبعك. شو رأيك؟ طيب من عيوني. يا بيي يسلم هالعيون. مع بعض طلعت. جننوا البنات. يلا انا راح اشيك ونشوف اي سؤال عندك لنا. يلا خلينا نشوف بعض مشاركاتكم واسئلتكم. ام ساره صباح الفل شف علا عم بتصبح علينا من جرش. تحياتنا لكل اهلنا بجرش. ام رعد صباح الفل. معنا اتصال ام خليل. خليل من طفيله. صباح الخير. صباح الخير كيفك شف علا؟ يسعد صباحك تفضل معك الشيف علا. الو صباح الخير. صباح الخير تتبلى. يسعد صباحك يا رب. والله منورين الشاشة ومنورين الأردن كله. يسعد قلبك. كيف التلج عندكم ولا ما في تلج اليوم؟ الحمد لله نعمة إن شاء الله يا رب دائما النعم كلها تزين بلادنا. تفضل معك الشيف علا. صباح الخير. احنا قلنا صباح الخير. هلا يا سيدي صباحك ورد. والله حابين نصبح عليك وعلى طبخاتك وعلى شاشة التلفزيون الأردني. نعم. ومن خلالك ومن خلالك بنصبح عجلات الملك. أكيد أكيد إن شاء الله يوصل يا رب. سلمت من كل شر وتضل بألف خير يا رب. الله يعطيك العافية. أهلا وسهلا فيك وصباحك سعيد. هلأ الطفيلة لازم يجهزوا حالهم. هي يوم الأربعاء في منخفض الثلج. عاد جهزوا حالكم وجهزوا هالعدسات. جهز حال الأردن كلها بتجهز حالها. إحنا بنحب الثلج بنحب نحتفل مع كل المحافظات لو سمحتوا. وكبيرها كبيرها شوية عدس وشوية طحين. اللي عنده طحين بيته ما بيضيع فما تخافوا. الله عليك. يعني ديروا بالكم من التجمعات بالمولات. هذا ما يميز مطبخ يوم جديد برفقتك شفت. كان لان الله يرضى عليك. كان في بالزمانات يقولوا الحجات بالزمانات كانوا يسألوا الولد يقولوا له أمك شو بتشتغل؟ الأم شو بتشتغل؟ يحكي لهم أمي عجانة يعني بتعجن وبتبيع خبز. يا الله. كانوا يقولوا له نيالك ما عمرك بتجوع. فدائما بس حافظي انه الطحين ما يخلص من بيتك.
الله أهم عليك. إشي. والطحين بيقودك لعشرين مليون ألف وصفة وبتطلعي بكتير شغلات، كل إشي التاني خير الله موجود. بس يعني ديروا بالهم من التزاحم وتخلص البضاعة على الرفوف وإشي يعني، والجار للجار إن شاء الله الخير موجود عند الجميع. لا الخير دائما موجود عند الكل، وزي ما قلت شف علا مش المفروض إنه نركض ونخلص كل البضاعة اللي موجودة بالأسواق. طب شف علا اللي عامل كيتو إيش يعمل؟ الله يسامحك، كل الاقتراحات أكلات زاكية وتفتح الشهية. والله هاي بدها دراسة الكيتو صراحة. طبعا هذا علم لحاله. معنا كمان اتصال، مين معنا؟ ألو صباح الخير. ألو حمودة صباح الخير. الحمد لله، كيفك؟ الحمد لله إن شاء الله دايما يا رب تكوني بخير. من وين عم تحكينا؟ من عمان. طيب شو بدك تسأل الشيف علا؟ يلا تفضل. ألو يا حمودة صباح الخير. صباح النور. صباح النور، أهلين. قديش عمرك؟ ليش ابتسمت؟ صغيرون فيك، 9 8 صح؟ صباح النور. صاح من النوم. طيب يلا منيح، سلمنا على الأهل يا أمر. يلا رح نروح نجيب الجاهزة. يلا خلينا نشوفها مع بعض. ربيع أم فراس الحمد بتصبح علينا من الرمثة، تحياتنا إلى كل أهالينا بالرمثة مع منظر هالطبق، يسعد صباحكم من كل المحافظات. الله يا شيف علا، شايفة شيء طيب وسهل وحلو وبتقرقش ولذيذة. هلأ شايفين هون قربت على بعضها، ومن هون أخذت اللون لأنه فيها نسبة عالية من الزبدة، بعدين فيها الزيتون كتير زاكي، وريحتها هي أصلاً طيبة هيك، هي لحالها مشخصة من حالها. وحطينا في القاع اللي هي من بخاخ الزيت أو الزبدة كرمال يسخن المادة الدهنية وتعطيها لون وفريم كتير حلو.